إذن على بركة الله مشاهدينا الأوفياء، مشاهدين شوف تي في أينما كنتم داخل وخارج أرض الوطن، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا مرة أخرى في بث مباشر من مدينة الدار البيضاء. كنتواجدوا في سيدي معروف 4، معروف هنا بمنطقة القريعة محسوبة على درب السلطان. منذ أزيد من 3 ساعات هذه الساكنة كتعيش في ظلام دامس. لاحظوا معايا الساكنة كلها خارجة لأنه الكهرباء مقطوعة بسبب البطانية اللي طاحت فوق السلوكة. لاحظوا معايا طاحت فوق السلوكة، الكهرباء تقطعات. الخطير هو أنه العديد من الناس اللي مشاو ليهم الآلات الإلكترونية ديالهم، كنتكلموا على الثلاجات، كنتكلموا على التلفازات، كنتكلموا على آلات ديال العصير، العديد من الآلات الإلكترونية كلها مشات لهاد الساكنة هنا في سيدي معروف 4. لاحظوا معايا، شوفوا معايا شحال من زنقة كتعيش في ظلام دامس. العائلات، لاحظوا معايا الوليدات، العائلات، كلشي خارج للزنقة. هانتوما شوفوا معايا بحال هاد الدرب هذا، هانتوما شوفوا معايا درب على قدو، شوفوا معايا انتبهوا معايا النوافذ ديال البنايات السكنية، ولا بناية سكنية واحدة فيها بريق ديال الضوء أو بصيص ديال الضوء. لاحظوا معايا حالة كارثية كيعيشوها الساكنة في المنطقة هنا منذ أزيد من 3 ساعات. والغريب أكثر هو أنه هذه الشركة المعنية مسماة بليديك، التجهيزات اللي جايه باش تشتغل بها وباش ترد بها الكهرباء لهاد الساكنه هذه، تجهيزات ضعيفه وضعيفه جدا. لحدود هذه اللحظه 3 ديال السيارات ديال الشركه ديال ليديك، بما فيها سياره عندها الرافعه، بما فيها 2 ديال السيارات كبيره من نوع ترافيك اللي جات هنا باش تصلح هذا المشكل، ولكن لحدود هذه اللحظه ولا حل تلقى لهاد الساكنه. إذن أشنو ذنب هاد الناس هادو عايشين في هاد الظلام هذا؟ تخيلوا معايا شحال قد هاد الناس اللي عنده شي حاجة في الثلاجة، أشنو الذنب ديالو؟ أشنو الذنب ديالو؟ لاحظوا معايا، شوفوا معايا، حنا كندورو معاكم هنا في الأزقة، قناة شوف تي في كدور معاكم في الأزقة هنا باش نعطيكم صوت وصورة. لاحظوا معايا كما قلت لكم الناس كتستعمل حاليا الأضواء ديال الهواتف النقالة فقط. هانتوما لاحظوا معايا، حنا راه كنتكلموا دابا حاليا، بقي الله تقريبا هذا هو الحي الرابع اللي بلا ضوء. لاحظوا معايا، شوفوا الساكنه فين عايشه، واش حنا كنعيشوا في القرن 21؟ واش حنا في 2024 بالضبط؟ واش هاد الشركه لحدود هاد اللحظه بينات على الضعف ديالها امكانيات هزيله وهزيله جدا؟ يعني تخيلوا معايا بطانيه وحده تسبات في انقطاع الكهرباء على 4 ديال الازقه. هنا السؤال المطروح والسؤال العريض، واش يعني من المقبول، واش من المقبول انه نشدو واحد مولد كهربائي ونحاولوا اننا نفكتيه او نفرقوه او نوزعوه على واحد العدد ديال الازقه، وبالتالي كنطيحوا في هذا المشكل؟ لانه كون كان كل حي سيدي معروف 4، بالفعل سيدي معروف 4، بالفعل بالفعل المشاهد الوفي، سيدي معروف 4، قلت بانه لو كان كل حي، هنا راه ملي كنتكلموا على حي راه ما كنتكلموش على زنقه فيها واحد 200 ديال الاشخاص او 300 او 400، لا، بحال مثلا هذا مثل حي قدامكم خوتي المغاربه والساده المسؤولين، واش بحال دابا هذا الكارتي هذا تقريبا، لاحظوا معايا فيه تقريبا ما يقارب واحد 30 بنايه سكنيه. إلا عطينا غير كل بناية سكنية فيها 3 ديال ليطاج، يعني 3 ديال الطوابق، تخيلوا معايا كل طبقة فيها واحد 3 أو 4 ديال الشقق. تخيلوا معايا النسبة اللي ساكنة في حي واحد. إذن هنا باش قلت لكم نرجعوا للسؤال المطروح، السؤال العريض والسؤال اللي كيطرح نفسه، واش لهاد الدرجة كيستهزئوا بالبيضاويين؟ واش لهاد الدرجة كيستهزئوا بالمواطنين اللي كيخلصوا ضرائب، كيخلصوا فواتير شهريه من اجل تجويد الخدمات؟ فين هي تجويد الخدمات؟ اذا هنا كما قلنا
ماشي غنطرحوا سؤال، ولكن دائما غنرجعوا للطنز. واسمحوا لي الا قلت لكم هذا الكلام هذا، لانه العباره المتداوله والعباره المعروفه والعباره الشهيره والعباره اللي كتعني الضحك على الذقون ديال البيضاويين هي الطنز العكري. ونزيد على العكري، لانه تخيلوا معايا اخوتي المغاربه، كنقول لكم هذه الاحياء كلها كتعيش في ظلام دامس. هذا هو الزنقه الخامسه. هنا عندنا اربعه ديال الاحياء، الا قلت لكم كما تقريبا عطيتكم واحد 30 حتى 40 ديال العمارات السكنيه، كل وحده فيها ثلاثه ديال الطوابق او اربعه، حنا مشينا غير ثلاثه الطوابق. الا ضربتي هاد 30 ضربتيها في اربعه عطاتك 120، 120 نزيد على هاد الزنقه اللي غاديين فيها دابا حنا طويله. تخيلوا معايا، وهذه جرده هاي. هذه مساحه خضراء، لاحظوا معايا هما المصابيح، يعني منعدمه كما كنقولوا، يعني مطفيه. قلت بانه الا مشينا فواحد 120 ديال الشقق ديال العمارات ديال الشقق السكنيه او ديال العمارات، هذيك العمارات كل وحده فيها ثلاثه ديال الطوابق، كل ثلاثه ديال الطوابق فيهم واحد اربعه ديال الشقق سكنيه. وتخيلوا معايا العدد والناس، يعني النسبه ديال السكان اللي كاينه هنا. واش بالله عليكم خوتي المغاربه والناس المسؤولين، واش هذا ماشي ضحك على الذقون؟ واش هذا ماشي استهتار؟ واش تقريبا لاحظوا معايا الوليدات مساكن خارج الزنقه، انتم الناس مخدمه المصابيح اليدويه بحال عايشين في كهف حشومه. هما يلا طالعين دابا، هما تخيلوا معايا خوتي، هما طالعين. والغريب راه اللي شاف هاد الصعود والنزول اش غادي يقول؟ يقول بانه الناس خدامين، مع العلم انه هاد الناس ثلاثه ديال السوايع هما كيقلبوا دابا كما قلنا، كيقلبوا على المكان ديال تواجد هاد المولد الكهربائي. للغريب في الامر، حنا كنعيشوا في 2024 وباقي عندنا هاد المساله ديال اننا كنشدوا واحد المولد كهربائي كنحاولوا ناخذوا منه اربعه او خمسه ديال الاحياء، وهذا خطير. والناس مشاو ليهم، مشاو. انا اختي مشات ليها الثلاجه، مشات ليها التلفازه، ومشات ليها هاي مثال حي. مثال حي، السيده كتقول بانه اختها هي جات عند ضيفه عند اختها، هي خارجه الزنقه حتى هي واقفه. كانت اختي جايه من السفر، يلا جايه وليداتها من السفر، حتى لقاو الطريه كيشعل فيها بحال العافيه ولا ما نعرف شنو، تقطع كل شيء، مشات ليها التلفازه كبيره، مشات ليها الثلاجه، ماكينه الصابون، الكونجيلاتور، كل شيء مشى لها. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اذا هنا سؤال كنطرحوه على المسؤولين. ملي كنقول المسؤولين كنتكلموا مباشره على المجلس الجماعي لمدينه الدار البيضاء او مجلس المدينه في النظام ديالو الجديد. بالله عليكم، بالله عليكم، أن اكيد حنا ما كنحملكمش المسؤوليه كامله، لانه هذا العقد الموقع مع هذه الشركه تقريبا راه غادي يستنفد 30 سنه. هذه اخطاء ديال مجالس سابقه. يعني بكل صراحه نظام جامعه الدار البيضاء ما يسمى كان نظام الجامعات. فحاليا بالله عليكم، هذا سؤال نقول لكم بالله عليكم، واش هاد 30 سنه ما حسيتوش بانه البيضاويين راه تظلموا والبيضاويين بانهم يستحقوا احسن؟ يعني باش نقول لك خويا، مرحبا. الثانيه اللي طاحت راه ماشي في هاد الدروبه خمسه، راه في هذاك الشارع اللي كتشوف هاد... اللي كيبان، راه علاش قلنا حنا هذاك الشارع طاحت الثانيه على جوج سلوكات. اذا حققوا خمسه ديال الدروبه. كل شيء بالالات الكهربائيه. اذا هذا اش كيحيلنا؟ كيحيلنا بانه راه مولد واحد كيتحكم في هذا الشارع. اي كيتحكم في هذا الشيء كامل، راه هذاك الخيط اللي دايز في الشارع كيتحكم في هذه المنطقه كامله. راه الدليل هو هذا، لانه كيف يعقل انه منطقه طيح في شارع برا طاح ليه واربعه ديال الاحياء او خمسه، لانه كنتكلموا على هذا الحي حتى هو خمسه، خمسه الاحياء بدون كهرباء، خمسه ديال الاحياء لحد هذه اللحظه. هاد الناس راه شفتوا دابا، راه هما الناس كيشوفوا في هذا الشيء مباشر. دابا الغريب في الامر هو هاد الناس دابا ملي غادي يرجع هاد الكهرباء، يعني بعد عمر طويل كما كيقولوا، لانه ثلاثه السوايع وثلاثه ديال السيارات بما فيها هاد الرافعه، هاد السياره اللي كتحمل هاد الرافعه هادي، ولحد هذه اللحظه باقي ما تمكنوش من ايجاد الخلل والعطب في الكين. اذا غادي نتكلموا على النتائج ديال هاد الانقطاع ديال طيله هاد الساعات من بعد ما ترجع الكهرباء. عاد الناس غادي تعرف اشنو تحرق لها، لانه دابا حاليا ما يمكنش انسان غادي يعرف واش تحرقت ليه التلفازه ولا شحال شعلت فيهم. كاين هادو اللي باينين، هادو اللي باينين، انا كنقول لك اللي باقي ما باينش ما خفي اعظم، لانه الناس كنقول لكم غترجع الكهرباء كاين اللي غيقلب شي حاجه ديالو مثلا غير فورنو غير شي حاجه كتخدم بالضوء غير لقات حرقات.
عاد اي حاجه كانت شاعله غتكون تحرقات. اذا هاد الناس شكون اللي غادي يعوضهم؟ السؤال شكون اللي غادي يعوض هاد الناس؟ مع العلم انه هاد الناس كيأديو فواتير ديالهم، كيأديو ما عليهم تجاه هاد الشركه المعنيه، ولكن الوقت اللي الناس هذه ماشي اول مره، ربما البيضاويين راه كيعرفوا هاد الشيء هذا، بانه ملي كتضع عليك شي حاجه ما كيتمش التعويض ديالك. وبعض الناس اللي كيجتهدوا كيمشيو لهاد الشركه باش كيحاولوا انهم يتبعوا القوانين ويحاولوا كما كنقولوا يرومبورسيو او يستردوا داك الشيء اللي مشى لهم، كتسنى الجن تيطيب اللحم. وسمحوا لي اخوتي المغاربه على هذه العباره، ولكن هذه العباره اللي يقدر اي واحد يفهمها، بمعنى انه ملي كتمشي لعندهم كيقول لك تسنى، كيبقى التسويف سير 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 سير. شنو ذنب هاد الاسر كامل؟ هذا هو الغريب اختي العزيزه. ها هو الناس هما عائلات، حتى انا ما بغيناش نزوميو على الناس لانه كاين اطفال. انتم لاحظوا معايا اخوتي المغاربه شحال ديال الناس خارجين، شوف خارجين انتم الناس خارجين الشارع. هاد الناس شنو ذنبهم؟ اشنو ذنبهم؟ واحد خدام غدا، خدامين غدا، الناس خدامه، كاين اللي فايق مع 6 الصباح، كاين اللي مسكين 5 الصباح خصو 6 يكون في الخدمه، ولا 6 ونص ولا 7 عنده البعد. كاين اللي علم الله دابا كيخدم بالبيسي، عنده خدمه ديال البيسي غدا. شوف لما دور هنا باش شوف الظلام الى الاضاءه، شو الاحياء كي داير. راه خطير في الامر، غريب غريب جدا. غادي نقولوا للبيضاويين الله يدير لكم شي تاويل ديال الخير، كل صراحه الله يدير لكم شي تاويل ديال الخير. راه هذا هو دابا، راه الغريب في الامر هو قال لك عذر اقبح من زله، بمعنى انه ثلاثة السوايع هما كيقلبوا على العطب من جاي. اذا تخيلي معايا انت جايب ناس اكفاء، يعني كتقولي انت شركه محترفه، عندك واحد الطاقم اللي هو محترف، عندك تجهيزات عصريه كما كنقولوا مواكبه لهذا العصر اللي حنا فيه دابا، ورغم ذلك ما قدرتيش على الاقل يعني تعرف العطب في الخلل في كاين. اذا هنا كما كنقولوا علامه استفهام كبرى حول الطريقه او الكيفيه اللي كتخدم بها الشركه هذه. اذا هنا باش قلنا الضحيه الاولى والاخيره راه هي المواطن البيضاوي، الله يدير ليه شي تاويل ديال الخير. كنتمناو اخوتي المغاربه الله يجزيكم بخير، كنتمناو انه هذه الفضيحه هذه تبارطاجا باش تزاد على الفضائح الاخرى. واخا راه كيقول لك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ان لم تستحي فافعل ما شئت، يعني الانسان اللي فيه الحياء راه باين، واللي ما فيهش الحياء راه كيدير اللي بغى. لانه هاد الفضائح اللي كنتكلموا عليها حنا ديال هاد الشركه هادي، فرغم تراكم ديالها على مستوى مدينه الدار البيضاء حديت ولا حرج كما كنقولوا، راكم كتشوفوا هاد الفضائح، ولكن رغم ذلك لحدود هاد اللحظه ما لقيناش كما كنقولوا دي بيناليتي او ما يسمى باللغه العربيه يعني جزاء. ما استحضرتنيش الكلمه باللغه العربيه دابا حاليا. مثلا هاد الناس كما كنقولوا ما كطيحش عليهم واحد الغرامه جوزافيه، واحد الغرامه جوزافيه كما كنقولوا، طيح على هاد الناس هادو باش ما يبقاوش يضحكوا على البيضاويين. ولكن للاسف كما كنقولوا هاد الناس ما عندهم لا حاسيب لا رقيب، فكما كنقولوا المال السيب كيعلم السرقه، هو هاد الشيء اللي كيديروا هاد الشركه هادي. لكم الله البيضاويين، ونتمنوا هاد الكابوس ديال هاد الشركه ينقشع في يوم من الايام، لانه 30 سنه هما جاثمين على الصدور ديال البيضاويين. وصلنا 2024، العقد ربما الا ما خانتنيش المعلومه هو 2027، الا ما خانتنيش المعلومه يعني 2027 غادي يكملوا 30 سنه. تخيلوا معايا 30 سنه ماشي سهله، راه كاين اللي باقي شاب، كاين اللي باقي الاب مع الام ديالو باقي ما تزوجوش، باقي هو ما خرجش للوجود كاع، او باقي الاب ديال مع الام ديالو باقي ما تلاقاوش كاع في هذه الدنيا هذه. وهاد الشركه تعيد فسادا في مدينه الدار البيضاء. لهذا قلت لك الله يا مدينه الدار البيضاء، ولك الله ايها المواطن البيضاوي. وحتى لهنا ما بقى لي الا نودعكم، وغادي نقول لكم الله يدير الشو ديال الخير، وغادي نحاولوا اننا نتبعوا هذه العمليه هذه، نعرفوا شحال غتستغرق ديال الوقت. يعني بكل صراحه رغم انه كما قال كلابانت العلامه لا فائده في التكرار، غادي نقول لكم شكرا لكم على حسن المتابعه، القاكم في بث مباشر اخر. كان معكم في التعليق من هنا من سيدي معروف 4 مصطفى القرناوي، يحييكم والى اللقاء.